فريد زهران ضيف الدكتور محمد الباز في أول حوار له بعد انتخابه رئيساً لاتحاد الناشرين المصريين. هذا الحوار تتجاور فيه السياسة مع الثقافة. السياسة مخرج من مخرجات الثقافة. نحاول نتحرر من فكرة سيطرت على المثقفين والثقافة المصرية لفترة طويلة اللي هي إيه؟ إن الثقافة دي دور الدولة. مساحة التقاطع الحقيقية بين السياسة والثقافة هي مساحة حرية الرأي. إيه اللي مطلوب من مؤسسات الدولة المختلفة؟ إيه اللي مطلوب من المجتمع المصري عشان يقف خلف هذه الصناعة؟ عشان يكون لدينا اتحاد قوي لازم يكون لنا جمعية عمومية قوية. عندي ما يزيد على 1200 ناشر في الاتحاد الآن. هل دول كلهم ناشرين؟ الحل الجذري هو الرقمنة. نقدر نخلي الكتاب متاح لمن يريد. احنا وزارة الكتب في مركب واحد. يعني احنا مش خصوم. لقاء خاص وحصري الليلة الساعة 11 مساء على إكسترا نيوز.